إذن وصلنا إلى المزيد من الفقرات الميدانية. خلونا نشوف الحين منو عنده رسالة لايف، ولكن قبلها نتوجه إلى زميل ضاري. إيش عندك؟ أكيد مع شبكة مراسلين المنتشرين في مواضيع مختلفة ومواكب مختلفة، عندنا الموضوع في هذا الساعة نتكلم عن تحديدا هذا الجسر الجوي الذي امتد من الكويت تحديدا إلى السودان، هذا الجسر الإغاثي الذي يقدم المساعدات الإنسانية للضحايا في الحروب والسيول. هناك معنا الزميل نواف الشراكي من هناك. نواف صبحك الله بالخير، ما هي الصورة لديك؟ صباح الخير لكم جميعا وكل من شاهدنا الان عبر برنامج اشراقه الكويتيه، مثل ما تفضلت وتمتهين متواجدين في قاعده عبد الله المبارك الجويه في مطار الكويت الدولي. وجولتنا اليوم او تغطيتنا اليوم تاتي ايضا من خلال بتوجيهات حضره صاحب سمو امير البلاد الشيخ مشعل احمد الجابر صاحب الله ورعاه قبل قليل، وقبل دقائق اقلعت الطائره الاولى التابعة للقوة الجوية الكويتية في وزارة الدفاع من القاعدة متوجهة إلى مطار بورت سودان، وهي أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي الإغاثي الإنساني إلى الأشقاء في السودان جراء النزاعات الحاصلة هناك وأيضا جراء الأمطار والسيول. جمعية الهلال الأحمر الكويتي حقيقة غنية عن التعريف ودور كبير في مسألة يعني القيام في هذا الدور الإنساني. حول تفاصيل هذه الرحلة التي أقلعت قبل دقائق يسمعون الآن معنا الأستاذ خالد المطيري رئيس وحدة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي. أستاذ خالد صباح الخير، شكرا لك على تواجدك معنا. أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي الإغاثي الإنساني إلى السودان أقلعت قبل قليل من قاعدة عبد الله المبارك الجوية، تفاصيل حول هذه الطائرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انطلق الجسر الجوي المقدم من دولة الكويت ممثلة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى الشعب السوداني الشقيق. طبعا هذه الشحنة هي عبارة عن مواد عينية، خيام، مواد ومعدات لمكافحة الأوبئة اللي منتشرة حاليا في السودان. طبعا هذه الدفعة الأولى إن شاء الله وراح يليها عدة دفعات. الوزن الإجمالي للدفعة هذه هو 10 طن. نظرا للظروف اللي يمر فيها الشعب السوداني من نزاع مسلح وأيضا نتيجة لهطول أمطار موسمية أدت إلى سيول وفيضانات، أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين السودانيين إلى المناطق الأكثر أمانا. طبعا احنا تلقينا النداء و وباشرنا على طول إن شاء الله بالاستجابة عبر إرسال هذه الدفعات. كذلك تقوم جمعية الهلال الأحمر الكويتي بدعم الشعب السوداني نظرا للظروف اللي مرون فيها من نزاع مسلح داخلي. في السابق كان لنا مساعدات مقدمة عبارة عن باخرتين محملة بملتزمات وأدوية طبية بالتعاون مع مركز الملك سلمان وجمعية الهلال الأحمر المصري. طبعا بالإضافة إلى عدة مشاريع تقوم فيها الجمعية في مراكز الإيواء اللي هي عددها 15 مركز إيواء منتشرة في المناطق المجاورة إلى بورت سودان وعددها 15. طبعا المشاريع اللي نقوم فيها هناك هي صيانة البنية التحتية للمراكز الإيواء وصيانة الآبار المياه لتزويد الناس اللي موجودين في هذه المراكز. طبعا احنا نتمنى ان شاء الله ان المشكلة هذه تنتهي ويعيش الشعب اليمني في امان وترجع الامور الى سابق عهدها باذن الله. استاذ خالد، كونكم جمعية الهلال الاحمر الكويتي، هل هناك طائرات اخرى واطنان من الاهداءات والمساعدات؟ طبعا اليوم انطلقت الدفعة الاولى، إن شاء الله الدفعة الثانية راح تكون بتاريخ 18 أغسطس وحمولتها أيضا 10 طن، وهي عبارة عن 1000 سلة غذائية إن شاء الله. أيضا في تاريخ 20 أغسطس إن شاء الله راح يكون فيه دفعة ثانية وهي عبارة عن بطانيات ومشمع أو الطربال للخيام، وسوف تتوالى إن شاء الله المساعدات في المستقبل إن شاء الله.
خالد مطيري، كل الشكر لك وشكرا لكم على جهودكم الكبيره، شكرا لك. يمكن استمعنا الى الاستاذ خالد مطيري رئيس وحده الكوارث والطوارئ في جمعيه الهلال الاحمر الكويتي حول الطائره الاولى التي تاتي باشراف جمعيه الهلال الاحمر الكويتي، انطلقت قبل قليل. ايضا هذه تعتبر الدفعه الاولى من قبل جمعيه الهلال الاحمر الكويتي، الدفعه الاخرى يوم الاثنين المقبل الاسبوع المقبل. ايضا غدا راح تكون طائره اخرى من المساعدات عن طريق جهات وجمعيات اخرى دعما. طبعا هذا الجسر الجوي الكويتي ياتي من خلال تعاون وتنسيق ما بين وزارتي الخارجيه والدفاع، وايضا بمشاركه وزاره الصحه وجهات حكوميه وايضا جمعيات نافع العام. نسال الله السلامه وايضا تماسكنا وقلوبنا مع الاشقاء في السودان. نعم. لا شكر لك نجيب، كل شكر لك نواف الشراكي زميلنا من قاعدة عبد الله المبارك الجوية، وهذا الجسر الممتد عسى ربي يبارك فيه وبكل الجهود والعطاءات، ما هي غريبة على الكويت ولا على أهل الكويت.